عروسة البحر ولا الحصان الخيالي؟ انتقلي معانا لخياطة القصص الخيالية، ازاي تخلي مظهرك سحري في وقت قليل؟ اتعلمي معانا في الفيديو الجديد. الجو حر جداً على الحصان الخيالي المسكين، الفرو بيخلي الجو صعب جداً في الوقت ده من السنة. جه الوقت لتجديد الملابس. الإعلان ده جه في وقته. إدنا مقدمة خدمات الأزياء الخارقة، أعتقد ممكن تساعد، لازم نكلمها. إدنا العظيمة بتبحث عن الإلهام. أول مرة تسمع صوت الحصان الخيالي على التليفون، لكنها حددت الميعاد بكل سهولة. يا ترى إيه الزي المناسب للحصان الخيالي ده؟ أخيراً وصلت الحصان الخيالي الأتيلي إدنا الأسطوري. كل شيء موجود هنا، وظهرت إدنا. أولاً وقعت المصممة العظيمة على الأوتوغراف. يلا نبدأ. هل عمرك أخدتي مقاسات حصان خيالي؟ الموضوع مش سهل، الحصان الخيالي دايماً بيتحرك. إزاي إدنا ممكن تشتغل؟ خلونا نجرب مقاسات الوسط والظهر والأقدام والمسافة من التاج للديل. يلا نبدأ فوراً. إدنا بتشتغل بكل طاقتها، والقماش بيتطاير في كل مكان، وماكينة الخياطة سخنت من موهبتها. يا ترى هتعمل إيه؟ هل هتجهز لأسبوع أزياء الحصان الخيالي؟ إدنا بتدور على القماش المناسب من فترة طويلة. القماش لازم يكون خفيف جداً وبيتدفق زي المية وملون زي قوس قزح. أوه، واضح إني لقيت حاجة تنفع. لو ما عندكيش خيارات كتير زي إدنا، هقولك ممكن تعملي إيه. هتحتاجي قميص قديم لونه فاتح. علمي الدراع واربطي القماش بالدبابيس واقطعي الأكمام. نزيل العلامة، غلفي المكان بورق البلاستيك. ضيفي المية على الدهانات بألوان مختلفة. هنحتاج معلقة صغيرة واحدة من الدهان لكل كوباية مية، ونصبها في إزازة سبراي. نرش القميص بالألوان. هنبدأ من الأعلى، نرش اللون الأصفر، ونغطي الجزء النظيف بالبلاستيك، ونلف الجزء الملون، ونلون الجزء الخلفي. هنغطيه بالبلاستيك ونسيب شريط أبيض، وبعدها نستخدم البينك، وبعده البنفسجي، ونحاول نعمل انتقال سلس للألوان. هنجفف ونكوي القميص علشان الألوان تثبت. دلوقتي ممكن نغسله يدوياً. هنزين الياقة بالترتر الملون، ونعمل حفرة مدورة في الظهر، ونجمع القماش فوقيها. الحصان الخيالي زهقت من الانتظار، ما تقدرش تتحرك براحتها في مكان غير البيت، لكن محدش هنا تلعب معاه، وكمان مفيش تكييف، محتاجة أخرج وأنا لابسة لبسي جديد. أخيراً إدنا العظيمة وصلت ومعاها هدية في إيديها. حضرت لي إيه يا ترى؟ الحصان الخيالي سعيدة بالهدية. يلا بسرعة نغير الملابس. هو ده أحدث زي للحصان الخيالي في الموسم. القميص الخفيف ده هيساعد الحصان الخيالي ما تحسش بالجو. لكننا نسينا حاجة، من غير تاج مفيش حصان خيالي. إدنا عملت شكل جديد. هنقطع شكل المثلث من قماش مجسم، نطوي الجزء العلوي ونعمل شكل مخروط، ونقطع أجزاء في القاعدة نملاها بألياف البوليستر، ونعمل له قاعدة مصنوعة من نفس النسيج. نلزق المخروط على توكة شعر، ونصنع الودان اللامعة كمان، ونلزقهم على التوكة، ونزينها بالورود الجميلة الملونة، ونلزق الخرز. دلوقتي اكتمل الزي. الحصان الخيالي لازم تشوف مظهرها، جميلة جداً.
لكن إدنا نسي تفصيلة مهمة جداً. لحظة واحدة، فين الديل؟ ما تقلقيش، مصممة الأزياء هتصلح الوضع في ثواني. هنلزق 3 عصيان من الشمع العمل الديل ونشكله بشكل منحني. نحدد الأطراف بالسكينة ونغطيها بقطع القماش ونلزق عليها شعر ملون صناعي ونضيف الخصل الملونة ونظبط الديل ونثبته بالخيط على قاعدة. نعمل ثقب في الحزام وندخل المسمار في الحزام ونثبت المسمار في قاعدة الديل ونخفي الخيط بالشعر الملون ونلزقه بالغرة. دلوقتي الزي الجديد بقى جاهز، ديل قزح في مكانه المناسب، والحصان الخيالي تقدر تخرج مع أصحابها الخياليين. الحصان الخيالي سعيدة، الجو بقى أفضل مع الزي ده، وممكن تقضي يوم كامل في الهواء الطلق. كل المهام الموجودة النهاردة هي الاستمتاع باليوم كله. لكن فجأة الحصان الخيالي شافت بنت حزينة. هاي، الصيف مش علشان نزعل، لكن صاحبة الشعر الأحمر مش قادرة تفرح بالحياة، بتحلم دايماً بالبحر، نفسها تبقى عروسة بحر، لكن زيها عادي جداً. مفيش مشكلة، الحصان الخيالي عارفة مصممة أزياء رائعة ممكن تصمم زي خيالي. اتفضلي، كارت إدنا مودي. إدنا بالفعل هنا، دايماً بتعمل كده، قبلت المهمة الصعبة. دلوقتي وقت التحول لعروسة البحر. هو ده المكان المناسب لعروسة البحر. فين العارضة الجميلة؟ صاحبة الشعر الأحمر بتشرح كل التفاصيل اللي بتحبها في عروسة البحر، لكن إدنا مودي ملكة الأزياء الخيالية، هي اللي صممت فستان سندريلا وتسريحة شعر رابونزل. مش محتاجة تقول لها التفاصيل، بدأت بالفعل في تصميم تاج عروسة البحر. هنغطي الأصداف باللون الأبيض ونختار ألوان المحيط ونزين الصدف بيها ونزين نجوم البحر والشعاب المرجانية بنفس الطريقة ونضيف بعض اللمعان باللون الذهبي والجليتر. نثبت الأشكال على توكة شعر ونعملها زي التاج. ونزينها بالأشكال المختلفة، أحجار اللؤلؤ من كل الأحجام. واو! تاج رائع على صاحبة الشعر الأحمر، كأنها عرايس البحر والدلافين هما اللي ربوها، لكن لسه في أكتر. مصممة أزياء البحر بتحاول أكتر. أوبس، صاحبة الشعر الأحمر وقعت. لحظة، ما بقتش صاحبة الشعر الأحمر، دي الأميرة إيريل. هنختار برا شكله مناسب، نغطيه بالقماش البنفسجي ونخيطه من الداخل. نثبت الأقفال ونظبط الشكل أكتر بالخيط، نزينه بالمحار والأصداف ونثبت عليه اللؤلؤ والترتر على الأطراف ونزينها بالأحجار الملونة الجميلة من نفس اللون ونثبت خيوط الترتر. الزي ده مناسب جداً لأي بنت نفسها تبقى عروسة بحر. التصميم واللون مناسبين لصاحبة الشعر الأحمر، ومش هتاخد وقت طويل علشان تتعلم إزاي تتنفس تحت المية، لكن لسه الجزء الأهم مكملش. أهم حاجة طبعاً في الزي هو الديل، أكيد! هنرسم ديل عروسة البحر على ورق مقوى. صمميه بشكل مناسب لمقاسك واقطعيه. غطي الورق بقماش من لونك المفضل من القماش اللامع. اقطعي وسيبي مكان للخياطة. هنحتاج قطعتين متطابقين. نقطع الزعانف بنفس الطريقة ونعمل طبقة من الفوم الخفيف في الديل علشان يكون سميك. خيطي كل القطع مع بعض وزيني الجزء الأخير بشبكة ديكور والزقيه على الديل باستخدام الغرة. زينيها بالأصداف الملونة. هنستخدم رباط في أول الديل
ونجمعها من المنتصف علشان يكون شكلها مظبوط. خيطي الزعانف على الجوانب. صاحبة الشعر الأحمر سعيدة فعلاً بقت عروسة بحر. إدنا عملت تصميم رائع. الشيء الوحيد اللي فاضل هو الأمير اللي هيجي ينقذها ويشيلها من على الصخرة، لأنها مش هتقدر تتحرك على الشط بسهولة لوحدها بالديل ده، لكن التضحية تستحق علشان تحس إنها أميرة البحور. صاحبة الشعر الأحمر ساحر، لكن مفيش أي بحر أو أصداف أو زعانف حواليها، كان مجرد حلم لكنه ألهمها بفكرة حلوة بسرعة على المراية. صاحبة الشعر الأحمر بتعمل مكياج وأي عروسة بحر هتغير منها. ارسمي ديل سمكة على جنب عيونك باستخدام ألوان البحر. اخلطيها باللون الأبيض علشان تعملي لون تركواز. اخلطي الأيشادو الأزرق والبنفسجي وغطي بيه جفون. حددي الأطراف بالتركواز الفاتح وغطي الجفن بالأبيض والأيشادو التركواز الفاتح. حددي الحواجب بالأورنج. المكياج خلص. عروسة البحر شافت في المراية الحصان الخيالي وإدنا. شكله ما كانش حلم. إدنا سعيدة بمظهر صاحبة الشعر الأحمر، محتاجة بس التيشيرت مناسب. اطبعي صورة الأصداف البحرية على ورق وحددي المقاس المناسب. ارسميهم بالقلم على تيشيرت قديم. اعملي فاصل عن طريق لوح علشان الظهر يفضل سليم. ارسمي الخطوط والتفاصيل جوه الأصداف. خلي شكلها أحلى باللون الأبيض وضيفي لها الظل من اللون الذهبي. اطبعي قالب على شكل الأصداف علشان الظهر. اقطعي التفاصيل باستخدام الكاتر. ارسميها على الظهر بأقلام تلوين القماش. واقطعيها بعناية. دلوقتي بقت عروسة البحر كاملة. الأصداف في الظهر بتوضح قد إيه بحب البحر. كل اللي فاضل إني أروح الشاطئ. عجبتك أفكارنا الجديدة للموضة؟ اكتبي في التعليقات أي فكرة عجبتك ونفسك تجربيها، وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي الجرس علشان ما تفوتكيش أفكار الموضة الجديدة على تروم تروم.